السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم هاد جوج ديال الوصفات ديال ترقيط الحامض أو الليمون بطريقتي، اللي كيجي أكثر من رائع، كيجي معلك وكنستعمله في بزاف ديال الوصفات المغربية. إذا على بركة الله ندوزو نشوفو المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، أنا عندي هنا هاد الليمون أو الحامض، عندي الليمون يعني البلدي، وإذا ماشي متوفر يمكن لكم تعملوا الليمون الرومي. أنا هذا غير تصادفت معاه في السوق وجبته. وعندي واحد الكمية ديال الملحة، وعندي الماء طايب اللي كما كنقولوا حنايا طلق السبولة، واحد شوية ديال زيت الزيتون. هادو هما المكونات. ودابا ان شاء الله نبداو. قبل ما نبداو، كيف ما كتشوفوا الليمون مصير، انا عندي يعني من قبل هو هذا. دابا هذا عنده شهور يعني بزاف. انا غير ملي تصادفت مع هاد الليمون هذا الصغير وقلت ان نشارك معكم الوصفه. انا نقطع معكم هاد الليمون باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي. كيف ما كتشوفوا كيجي معسل، وكيجي يعني حنا كنستعملو بزاف ديال الاطباق، الاطباق ديال الحوت يعني السمك، والاطباق ديال الدجاج، ولا في البقوله، يعني بزاف ديال الاطباق كنستعملو فيهم هاد الليمون المرقد ولا الليمون مصير. اذا بسم الله نبداو. اول حاجه غادي ندوزو لترقيط الليمون، يعني الليمون. انا هاد الليمون هذا كيف ما كتشوفوا هذا النص الكميه غادي نخليه مكمول، ونص الكميه غادي نقطعوه، يعني غادي نشقوا على 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 شكل اربعه. دابا نبداو بسم الله. انا بالنسبه يعني اللي كنخليه مكمول كنعمل له غير واحد، كندخل الموس لداخل حتى كنوصل الوسط، كنعمل غير جوج ديال الفتحات كما كتشوفوا، وحده من هنا وحده مقابله معاها بهذا الشكل هذا. دابا هذا غادي ناخذوه ونعملوه في واحد القرايه، وانا هاد القرايه عندي معقمين من قبل بهذا الشكل، وغادي ندخل الشفره حتى نوصل الوسط، ونمشي مع اللي مقابله معاها حتى نوصل الوسط ونعملها في القرعه. وهذا الليمون راني غسلته من قبل، يعني منقي ومغسول وممسوح مزيان بهذا الشكل هذا، يعني غير جوج ديال الشقات يعني كفايه. انا هذا كيعجبني ملي كيكون مكمول هكا، يعني مرقد مكمول، باش كنقدر نستعمله في بعض الوصفات. يعني في حدا بات الدجاج كنقطعو غير في النص، وكنخويلو الوسط، وكنعمل فيه يعني الشرمولة الحارة. على داك الشي هذا كنخليه مكمول. نحاول يعني نزير الليمون في القرعة، ما نخليش الفراغات بهذا الشكل هذا. انا استمر بهذه الطريقة، هذه تنسالي هذه الكمية يعني ديال الليمون. من بعد ما كملت كيف ما كتشوفوا، يعني زيرت الليمون مع بعضياته. دابا غادي ناخذ الملحه، غادي نعمل تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار، ما عامرينش بهذا الشكل. يعني انا عندي قرعه صغيره، نزيد واحد تقريبا نص بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف عليه الماء، انا عندي الماء غليان يعني طلق السبوله،
بسم الله. كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، دابا المرحله الاخيره اللي غادي نعمل، وهي غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نعمل يعني واحد جوج معالق كبار. وهذا زيت الزيتون كتلعب دور باش ما كتخليش داك ديك القشره تكون من الفوق. دابا غادي نشد عليه بهذا الشكل هذا، وغادي نخليه في واحد المكان يكون ما كتوصلوش الشمس، يعني حتى يترقد. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هذا القراعي ديال الزاج، يمكن لهم يستعملوا اي قرعه ديال الزاج، ما عليهم غير قبل ما يشدوه، يعني قبل ما يشدوه يعملوا البلاستيكه من الفوق وعادي يشدوا القرعه باش ما خليوش الهواء يدخل داخل. هذه بالنسبه للليمون، يعني ترقد الليمون الاول اللي هو هدايا هذا. دابا ندوزو للطريقه الثانيه. وبالنسبه للطريقه الثانيه، انا غادي ناخذ الليمون وغادي نشقو كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ولكن ما نوصلش للقاع. بالطريقه هذه، وغادي ناخذ واحد ملعقه صغيره ونحاول نفلحها واحد شويه وندخل فيها الملحه لداخل بهذا الشكل هذا. وغندخلها في نحطها في القرعه مباشره، والقرعه عندي يعني معقمه من قبل بهذا الشكل هذا. نحاول ندخل فيها الليمون، عفوا الملحه، نحاول ندخل فيها الملحه ونزيار ونعملها في القاع بهذا الشكل هذا. انا غادي نستمر بهذه الطريقه، تنسالي هذه الكميه ديال الليمون اللي عندي، بهذا الشكل هذا، يعني كنعمروه بالملحه. ونحاول نضغط باش ما نخليش الفراغات اللي غادي يساعدوا ليا يعني تدخل لي لها البكتيريا. انا يعني ما كمليش هاد، ما كفانيش هاد الليمون هذا، فزيت يعني الليمون اللي عندي متوفر في الدار. من بعد ما عمرت القرعه ديالي بالليمون كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نضيف عليها هذاك الملحه اللي سبقات ليا هنا في الطبله باش ما نرميوهاش وصافي. هذا الشكل هذا، ونزيد له واحد ملعقه من الفوق، وغادي نشد عليها القرعه وغادي نخليها في واحد المكان يكون ما كيوصلوش الشمس. وهما يعني هو كما كتشوفوا راه بدا كيتكون لي العصير ديال الحامض اولا الليمون، بدا كيتكون لي في القاع ديال القرعه. دابا هاد يعني يوميا كل مره غادي نلقاو العصير ديال الليمون يعني كيطلع شويه بشويه حتى كيوصل تقريبا فايت النص. هذا كما قلت لكم ما ضفت له لا ما لا حتى شي حاجه. ودابا ان شاء الله غادي نخليه في واحد المكان، هو وهاد الاولاني اللي عملت فيه الماء والملحه
والزيت، يعني مره مره نبقاو نحركو فيها هكايا، يعني باش ديك الملحه تذوب والزيت يعني هي عاده كتبقى الفوق. هادو هما جوج الانواع ديال الليمون مصير اولا الليمون مرقط. كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم. انا يعني تشاركت معكم طريقتي في يعني في هاد جوج ديال الانواع، يعني غير شي شهر اولا شهر ونص هكا يمكن لكم تفتحوا عليهم وتقدروا تستعملوهم، يعني ما كيطولوش في الترقاد. كيف ما كتشوفوا هذا انا عندي كما قلت لكم عندي من قبل عندي شهور، كيف ما كتشوفوا كيجي معسل وبنين بزاف. غير واحد الحاجه ملي تبغيو تحيدوا الليمون من القرعه حاولوا تحيدوها بشي فرشيطه اولا بشي شوكه، وما تحاديوهاش بيديكم لان اليد كتعاون اولا كتساعد على يعني تلمسها وتكون ديك البكتيريا من الفوق. كنتمنى هاد جوج الوصفات ديال ترقيد الليمون بطريقتي تنال الاستحسان ديالكم وتجربوهم في ديوركم. وفي امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا بغيت غير نوري لكم دابا اليوم اليوم الموالي يعني اليوم الثاني، البارح رقدنا فيها الليمون واليوم بغيت نوري لكم هذاك اللي ما عملناش فيه الماء نهائيا. كيف ما كتشوفوا انا نقرب لكم الكاميرا كتشوفوا شحال ديال الماء، هذا غير الماء ديالو يعني غير العصير ديالو. كل مره البارح كان البارح بالليل هنا ودابا هو كل مره كيزيد يطلع ومازال غادي يطلع يعني حتى يفوت النص. هذا كيترقد غير في العصير ديالو كيف ما كتشوفوا. بغيت يعني نوري لكم بانه راه كيطلق العصير ديالو.